أقول حامد، يعني ما أدري يا ربي، أنت توك راد من السفر، الحين بتهدني مرة ثانية وتروح؟ مريم أنا فهمتك، أنا عرست عليك علشان أمي. أدري، بس حتى أنا مرتك مثل ما هذيك مرتك. هذيك أم عيالي. وأمك ما تدري عنها، ودامك ماخذني علشان أمك على الأقل لا تكسر بقلبي وقلبها. أدري إن الشر حل الأربع، وأنا ما سويت مثل غيري. والله ما تقول لي أي عروس بترضى إن بليلة زواجها رأيلها يقول لها إنه متزوج بالسر وعنده منها عيال؟ تكفين عن الحنة، المرة مو في الكويت، في البحرين وانت تغارين. مع العشرة يمكن نتقرب من بعض، بس الحين أعطيني وقتي. أي وقت وانت كله عندها؟ ماني مطول، كل أسبوع أقضيه في البحرين وأرجع. إنزين وإذا أمك سألتني عنك شو أقول لها؟ ما راح أكذب عليها. تهدديني؟ روح بيت أمك قاعد هناك. ترى أنا طول اليوم أنا أكرف وأبي أرتاح. تعالي يا موزة، تعالي شوف الحياة اللي تحسديني عليها.